السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الخيرات من جديد وفي فيديو جديده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوني اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا معايا، غادي تشوفوا معايا واحد الخريجه اللي درنا ولاول مره بعد الحجر الصحي، واخيرا خرجنا، يعني اول خرجه لينا كانت للطبيعه. كان الجو زوين بزاف وصافي، قلنا نخرجوا شويه ودينا معانا الكوتي. المهم بقاو معانا حتى الاخير ان شاء الله وتشوفوا معايا هذه الخريجه، وكذلك تشوفوا معايا بعض الاشياء اللي حضرتهم. دونك بقاو معايا وما تنساوش لايك الفيديو اللي عجبكم، وكذلك تشتركوا في القناه الا كنتو جداد، ومرحبا بالناس الجداد والقدام كذلك. اذا حضرت حاجات خفيفه للكوتي. اول حاجه غنحضرها معكم هي البسبوسه باللبن. البسبوسه باللبن كتجي ولا اروع. كنحتاج فيها هنا كاس من الحجم الكبير ديال سميد الناعم، كاس الا ربع ديال الزيت، كاس الا ربع ديال السكر، وكاس ونصف ديال اللبن. اللبنه البنات، ماشي الحليب، ماشي العصير البرتقال، يعني هذه خاصه بسبوسه باللبن كتجي ولا اروع. وعندي بيضه واحده، خماره واحده ديال الحلويات بوزن 11 غرام. وعندي الفانيليا للتنسيق، والدقيق بطبيعه الحال غنضيفه في عفوا هذا هو المكونات. وصافي في الاناء غادي نخلط البيض مع السكر والفانيليا، غادي نخدمو مزيان. يعني البنات هذه بسبوسه باللبن كتجي هشيشه وخفيفه بزاف ورطبه، يعني كيف يكون فيها واحد المذاق مميز، يعني ماشي بحال البسبوسه الاخرى اللي كنديرو بالليمون والحليب. كنصحكم تجربوها باللبن، فهي كتجي توب توب البنات في المذاق ديالها. صافي هنا كنخلط البيض مع السكر والفانيليا، كنخلطهم مزيان على باش كنضيف الزيت، وكنضي يعني كنخلط عاوتاني الخليط ديالي حتى نحصل على اللون ديال الخليط يكون. وصافي كنخلط الخليط ديالي من جديد حتى كيولي اللون ديالو ابيض كما غادي تشوفوا معايا. وصافي كنضيف في الاخير السميد الناعم او السميده الرقيقه واللبن عفوا. قبل كنضيفوا اللبن، بالنسبه للبن هنا الكاس غنزيد مازال كميه واحده اخرى، حيت عندي هنا الكاس بحجم صغير. وصافي كنخلط. صافي دابا غنضيف السميد، يعني بسبوسه سهله مهله، كنديرها فاش كنكون زربانه هكايا ولا ما كانش عندك الوقت، دغيا دغيا كتوجد وكتجي بنينه في نفس الوقت. هنا ضفت الخماره. وصافي غنخلط الخليط ديالي وغادي نوضعه في المول. كما شفتوا معايا رشيت المول ديالي بشويه ديال الزبده مع رشيتو بالدقيق عفوا بالسميد الرقيق، وخويت الخليط ديالي. دابا غندخلو الفران ان شاء الله يطيب لي على درجه 180، وغنحضر معكم حاجه اخرى واللي هي الكريب. بالنسبه للكريب هادو يعني راني ديجا حضرت معكم الكريب الحلوين والمالح كذلك في القناه، غتلقاوهم هادو المعتمدين عندي حتى هما كيوجدوا بسرعه. عندي هنا بيضه واحده، ضفت قبصه من الملح، وغادي نضيف كذلك جوج معالق كبار ديال السكر سنيده على حسب الذوق ديالكم. وصافي غادي نضيف الفانيليا للتنسيم والحليب كذلك. بالنسبه للحليب كنضيف انا عارفه الكميه اللي غتكفيني، يعني عيني ميزاني كاس كبير ديال الحليب، كنضيف شويه بشويه وكنخلط. وصافي صافي في الاخير عفوا غادي نضيف قبل ملعقتين ديال الزيت المائده. يعني هاد الكريب هما اللي كان دائما المعتمدين عندي، وكيجيو ناجحين وخفاف، يعني كيجيو روعه وسهلين في نفس الوقت. صافي دابا غنخلط وغنضيف الدقيق شويه بشويه حتى نحصل على الخليط ديالي ما يكونش جاري بزاف وما يكونش عاقد. كما كتعرفوا الخليط ديال الكريب خاصو يجي يعني ما بين وبين. وصافي بالنسبه للخميره انا ما كنضيفهاش اصلا في الكريب ديالي، ولكن هذه المره فاش زربانه وما عنديش الوقت باش نخليه يرتاح شويه، غادي نضيف قبصه فقط، قبصه من الخميره الكيماويه. وصافي هنا بديت كنطيب فيهم، يعني جاوا ناجحين وخفاف، يعني دغيا دغيا كيوجدوا من با يعني 10 دقائق صافي كتوجدي الكريب ديالك، وكيجيو خفاف ولذاذ.
وصافي دابا غنجمع باقي الاشياء اللي خاصني نجمع عندي معايا الكوتي ان شاء الله. دونك بقاو معايا حتى الاخير. كما كتشوفوا يعني لي كريب جو خفاف، راني ديجا نزلت معكم الطريقه ديالو بالتفصيل الممل في القناه. الا بغيتو خليكم رابي في صندوق الوصف. وصافي هنا شدينا الطريق مشينا لواحد البلاصه صراحه زوينه زوينه بزاف، فيها الطبيعه وفيها الماء كذلك. وهنا صافي بعد ما وصلنا صراحه اول مره نجي ليها وعجبتني، وصراحه كان الجو غزال اليوم، كان يعني كان واحد الجو رائع جدا، ما كانش البرد وما كانش الصهد بزاف، خصوصا هاد الايام الاواخر يعني كان الصهد هنا في فرنسا، ولكن هاد اليامات الجو صراحه زوين زوين بزاف. وهاد البلاصه كتصلح للجليسه، جات فيها واحد الجليسه روعه روعه جدا، كتستمتعي بالطبيعه وبالماء. وكذلك كاينه بلاصه فين يلعبوا الدراري الصغار، كاين الاماكن ديال اللعب وديال السبور اللي بغى يدير سبور، وكاين اللي كيعوم هنا. يعني ما عرفت واش غنقول لكم هذا لولاك ماشي البحر، ولكن واحد البحيره كبيره بزاف ومن طوق كيعوموا فيها الناس. وكاينه طبيعه هنايا يعني واحد الخضوريه ما نعاودش لكم. المهم صراحه الناس خرجوا واخا الحجر الصحي، يعني واخا هذا المرض، يعني الناس خرجوا ويعني صافي راه الناس قضوا في الدار. وصافي هنا واحد الكاس مشحر على حقه طريقه وبرزطو، ضروري انا تيكون تكون في ديك الكشكوشه، انا كيعجبني صراحه. ما عرفتش واش نتوما من عشاق اتاي، خصوصا اتاي بالنعناع. هنا حضرنا اتاي في وسط الربيع، يعني في وسط الطبيعه، ما شهيتكم فيه. البنات اللي غيقولوا لي فين عمرتوا اتاي، بالنسبه لهنا اتاي عمرناها، دينا معنا واحد البوطه صغيره ديك ديال البيكنيك اللي كديو معنا في السفر، ديما كتكون عندنا في الطوموبيل، وجدنا فيها اتاي. بالنسبه للكوتي يعني داكشي اللي حضرت عندي هنا، البسبوسه ديالي واللي حضرت معاكم سقيتها بالسيرو ديال الليمون، وعندي هنا لي كريب حتى هما اللي حضرت، شويه ديال الحلوى شويه ديال المكسرات وشويه ديال القليا، كتجي حتى هي زوينه في هاد الخراجات غير باش ندوزو الوقت وصافي. يعني ما درتش حاجات كثيره، حاجات خفيفه بسيطه وصافي. الاهم هو اننا يعني جلسنا واستمتعنا بالطبيعه وبالهواء وصافي. الدراري كيلعبوا شويه، يعني الطبيعه والاروع هنايا صراحه عجبتني. كما قلت لكم الناس بروفيتو بزاف، خصوصا هاد الاواخر كلشي كيخرج، كتخرجي على برا الناس كتلقايهم كلشي خارج، يعني الناس بداو كيخرجوا حيت كانوا قنطانين في الدار، غيحيدوا هاد الحجر صافي كلشي ولا على برا. وبطبيعه الحال واحد يدير الاحتياطات ديالو في نفس الوقت، يعني واخا هكاك يعني ضروري مازال ديروا الاحتياطات ديالكم، واخا كاين الخروج وهذا وكلشي ضروري من الاحتياط التام. وهنا في هاد الجهه ديال هاد الماء يعني منظر زين بزاف. وصافي هكا كانت الخريجه ديالنا، كانت يعني صراحه الجو زوين بزاف، وكذلك استمتعنا بالجو ديال الطبيعه مع الدراري لعبوا شويه. وصافي هكا كان الفيديو ديالي، وهكا كانت الخريجه ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، والى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش دائما تخليوا لي لايكاتكم وتعليقكم اسفل الفيديو. والعقبال الناس حتى هما اللي كاينين في المغرب يرفع عليهم الحجر ان شاء الله، الله يبعد علينا هذا الوباء في اقرب وقت باش الناس يخرجوا شويه يتنفسوا شويه، حيت يعني الناس قنطوا بزاف في الدار صراحه، وخصوصا الوليدات كيبغيو يخرجوا يلعبوا شويه، يعني كيقنطوا في الدار. وصافي هكا كيكون الفيديو ديال اليوم سلام. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش من اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم. وصافي صور شي دار ومان فغي باش تكبر القناة ديالنا ان شاء الله. وكذلك ما تنساوش تشترك في القناة الى كتشوفوني لاول مرة، ومرحبا بالناس الجداد والقدام كذلك. ومع السلامة، إلى اللقاء، إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.